الذي يقول اللهم صل على محمد عدد الرمال وعدد نقاط الأبحار، هذا كلام. هذه يعني الأصل في الأذكار التوقيف، يقول أهل العلم الأصل في الأذكار التوقيف، لا يتوسع في قضية الأذكار، وإنما الأصل فيها التوقيف. وأفضل الأذكار إن كان الإنسان هذا يريد الأجر، أفضل الذكر ما جاء النص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ولك. يعني المهم أن إذا كان الإنسان يريد الأجر يلتزم الأذكار الشرعية التي وردت بها النصوص. أما أنه إذا قال عدد البحار، عدد نقاط الرمال، عدد ما كتب من الأحرف، عدد من شنو، عدد البشر، عدد شعر الإنسان، هذا كله يعني ليس فيه أجر زيادة أبدا، بل قد يدخل في البدعة والعياذ بالله.